اهلا بيكم. بكره ان شاء الله بدء اولى جلسات الحوار الوطني اللي تم اطلاقه من قبل فخامه الرئيس يوم 26 ابريل 2022. طيب بكره عندنا صحيح لجنه اجرائيه، لكن بدءا من الاسبوع اللي بعديه يعني 7 و9 و11 هيبقى في عندنا بقى ايه الجلسات والمناقشات والطرح والطرح المختلف والمغاير وما الى ذلك. ما فيش اي مشكله، احنا مش داخلين معركة، بس عشان نحط من دلوقتي مبادئ ارجوكم كلنا، احنا مش داخلين معركة، مش داخلين خناقة، مفيش عندنا خلافات، احنا عندنا اختلافات في الرؤى ووجهات النظر، داخلين نتناقش نوصل الى نتائج ما ترفع الى رئيس الجمهورية. طيب الصحة او الملف الصحي المصري، عندنا احلام بالتأكيد متعلقة بالملف الصحي المصري. هل الحلم حرام؟ يعني مش حرام على الاطلاق، المهم يبقى قيد التطبيق، يعني نقدر نعمله في ظل ظروف راهنة، في ظل توقعات مستقبلية، في ظل إمكانيات الدولة. دكتور راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني منورانا ومشرفانا، واحنا اسفين احنا مؤخرين حضرتك، وانا عارف انه اكيد اكيد بتنامي بدري جدا واحنا بتوع الليل واخره. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. دكتور كنت بتكلم على مساله، احنا باذن الله من بكره هنبدا الجلسه الاولى اجرائيا للحوار الوطني، الا انه في ملف الصحة أنا أظن ده ملف كبير ثقيل صعب وممتلئ بالآمال والأحلام. ما هو المأمول في ملف الصحة المصري؟ أنا أولاً عجبتني جداً المقدمة بتاعت حضرتك إن إحنا مش جايين نتخانق. الحوار الوطني فرصة هائلة جداً لكل مصري إن هو يشارك في صنع مستقبل بلده. لو احنا دخلنا بالكونسبت ده وبالإحساس ده، كل واحد هيقول رأيه ويقول خبرته، وفي الآخر نوصل لمساحة مشتركة أكبر شوية. قد نختلف، لكن في الآخر احنا هنوصل لمساحة مشتركة نقدر نقول فيها ممكن نتحسن إزاي. جميل. هل الصحة فيها مشكلة في مصر؟ عندنا مشكلة، بس هل هي سيئة قوي؟ لا مش سيئة قوي، يعني ما حدش يقول ده احنا ما عندناش لا احنا عندنا. احنا محتاجين إعادة تنظيم نفسنا، إعادة طرح أفكار جديدة، إعادة يعني تقييم للموقف بصورة هادية. أهم الملفات الساخنة جدا جدا هي ملف أطباء مصر، شباب الأطباء. صح. ده ملف قلقني جدا وقلق اعتقد ناس كتير جدا. انا شايفه ان في احساس لدى طلاب الطب وشباب الاطباء ان هم مش واخدين حقهم وان هم مضغوط عليهم. والحقيقه انا من 10 ايام كنت مع طلبه بكالوريوس طب في احدى الجامعات، وكنت بكلمهم على احلامهم انتوا ناويين تعملوا ايه. لقيت ان حوالي 60% 70% بيعمل المعادلة عشان ناوي يسافر. دي حاجة مؤلمة جدا طبعا، لأن ده انتوا ولادنا، يعني انتوا لما تمشوا طب مين اللي يكمل في مصر؟ ومصر دي قلعة الطب، طول عمرنا عندنا أساطيل الطب في مصر وأسامي كبيرة، وإحنا عندنا مركز الطب، إحنا أول مدرسة طب اتعملت في الشرق الأوسط. طيب ليه عاصل كده؟ ده بقى ملف لازم نتكلم فيه. عندنا ناس كتير جدا عندهم خبرات في هذا المجال. انا عارفه ان البلد فيها ظروف اقتصاديه صعبه شويه، ما نقدرش نحمل قوي على البلد، لكن ممكن ندور على حلول اخرى، زي نفتح العيادات الخارجيه بتاعه المستشفيات الجامعيه بعد الظهر يشتغلوا فيها عيادات، يبقى انا كده فتحت له باب، يعني اقدر احط بدائل، حلول بديلة، افتح له سكك. انا فعلا صدقيني يا دكتور اول حاجة كنت هسأل عليها، يعني وحضرتك بتتكلمي اول حاجة جاية في بالي، انا ما بحبش لكلمة استغلال ولا استخدام، كلمة استغلال امثل برضو احبهاش مش عارف ليه، يعني معقد، بس انا كنت هقول لحضرتك انا عندي كوادر طبية احتاج ان انا استثمرها الاستثمار الامثل. بالزبط. انا هستثمر فيه ازاي؟ انا عايز ارفع مرتبه اللي مش بس علشان يكفي معيشته، حضرتك أدرى مني الدكتور محتاج طول الوقت حالة بحث وعمل وعلم وترقي في درجات علمية وأبحاث ونشر، عايز فلوس. طبعا طبعا. أنا عايز أزيدك بقى من الشعر بيت،
انجلترا بقالها من بعد كورونا فتحت الباب للدكاتره المصريين خالص بدون المعادله. بدون معادله. يعني بتقول لهم تعالوا ذاكروا عندي. اه. يعني اه طبعا طبيب محتاج تدريب. احنا ابتدينا في الفتره اللي فاتت كده، انا بكلم حضرتك بصفتي استاذ في كليه الطب. طبعا. فاحنا ابتدينا الفتره اللي فاتت نغير في النظام بتاع التعليم الطبي، زودنا سنين التدريب بقت سنتين الزامي. سنتين تدريب الزامي. انا شفت قرار المجلس الاعلى للجامعات 5 سنين مده الدراسه زائد 2 تدريب الزامي. ده اوريدي تشتغلوا يعني السنه دي اول سنه بقى هيتخرجوا وهيخشوا في التدريب الالزامي. محتاجين بقى نركز في برنامج التدريب ده ازاي، محتاجين نفتح البيبان لكل اطبائنا يسجلوا في درجات ماجستير ودكتوراه. مش ضروري ده الطبيب الصحه يستنى 3 سنين عشان يسجل. ليه؟ وليه انا احذفه في اخر الدنيا اوديه تكليف في اي حته وزميله اللي في الجامعه يخلص وهو لسه مش دريان باي حاجه؟ لا. انا افتح السكه الباب العلم يبقى مفتوح للجميع، اقلل النفقات شويه او ادعم الجامعات تدعم في رسائل الماجستير مثلا، تدعم البحث العلمي، تدعم الابحاث. يعني اساعد ادور له على سكك، اساعده وخليه يسند نفسه وينمي نفسه في الفتره اللي جايه، يشتغل يحضر المؤتمرات. المفروض ان هو يعمل سي ام اي، يحضر مؤتمرات بدون فلوس او بتكاليف بسيطه. يعني شباب الاطباء مفروض انهم يحضروا كل المؤتمرات يعني بلا مقابل. المؤتمرات دلوقتي الفيز بتاعتها غليت قوي. يعني سكك كتيرة لازم أفتحها للدكتور يشتغل على نفسه وفي نفس الوقت أدعمه إن هو يعيش حياة كريمة. أفتح له أبواب العيادات الخارجية يقدر يشتغل فيها، يقدر ينمي نفسه، وفي نفس الوقت أنا بعمل خدمة للمجتمع. يعني لما العيادات بتبقى شغالة الناس تقدر تروح أكتر. في نقطة كمان، في نقطة برضو محيراني جدا، نقطة مستشفيات. إحنا عندنا مستشفيات كتير جدا على فكرة، وفيها تجهيزات كتير جدا. الحكومة صرفت جامد قوي على ملف الصحة، لكن أنا حاسة أن احنا جزر منعزلة. عندك مستشفيات الجامعية ليها دي تحت وزارة التربية والتعليم، عندك المستشفيات الجامعية تعليم عالي، المستشفيات الحكومية مع وزارة الصحة، مع وزارة الصحة والمؤسسة العلاجية. دي كلها حتة يعني تحس أنها جزر منعزلة. ليه ما نجمعهمش كلهم تحت أمبريلا واحدة؟ ليه ما يبقاش في مجلس وطني كبير أو مجلس أعلى للمستشفيات كلها يبقى شايفها؟ ليه الدوبليكيشن في الأجهزة؟ يعني ليه المستشفى الجامعي يبقى فيها مثلا سي تي سكان، والمستشفى التعليمي يبقى فيه سي تي سكان، والمستشفى معرفش إيه يبقى فيه نفس الجهاز؟ بره جهاز واحد بيخدم كذا منطقة. أنا كنت لسه هسأل كده، إنه أنا أشوف دايماً أنه لا ضير لا عيب لا مشكلة في أن أنا أشوف إيه التجارب الناجحة جداً قوي خالص، مش النص نص كمان اللي موجودة بره، ومش هنخترع عجلة. يعني الجماعة الإنجليز بيتعاملوا إزاي مع هذا الملف؟ طب الجماعة الفرنسويين، أنا مش مع الأمريكان قوي، الجماعة الفرنسويين، طب الجماعة الألمان بيتعاملوا إزاي؟ هل هم مقسومين برضو زي حالتنا، ولا هي مؤسسة واحدة هي المسؤولة عن القطاع الطبي والصحي؟ بيتعاملوا ازاي يا دكتور؟ لا هي مؤسسة واحدة، يعني في انجلترا مؤسسة واحدة هي اللي بشايفة كل الدنيا. لازم كلنا نشوف بنوك الدم. انا ببقى في مستشفى مش عارفة فصيلة دم فين، في انهي مستشفى، ليه ما اعملش شبكة شبكة الكترونية ابقى شايفة كل، يعني بكبسة زر اقدر اشوف الفصيلة دي في اي مستشفى وفي قد ايه. دي ما كانت المستشفيات كلها تتكلم مع بعضها، ممكن قوي نعملها، وممكن بقى اقل التكاليف حتى بموبايل ابلكيشن، حتى عشان ما نقولش ان احنا محتاجين تكاليف سيرفرز ممكن بموبايل ابلكيشنز، وعندنا جهابذه اولادنا في الالكترونيات وفي الموبايلز، نقدر نعمل موبايل ابلكيشن نربط المستشفيات كلها مع بعض. احنا محتاجين نشوف بعض على فكره. دي بس مش في المستشفيات، احنا حياتنا كلها محتاجين نتكلم مع بعض، محتاجين نشوف بعض، محتاجين نتعاون نشتغل في تيم. عندنا فترة طويلة جدا عشنا من غير ما كل واحد فينا يجيد العمل لوحده، لكن تحطه في تيم يتلخبط. وعلى فكرة ده النظام الجديد في التعليم الطبي دلوقتي، ان احنا شجعنا التعلم في مجموعات.
علشان اولا نزرع الفكره دي في نفوس اطبائنا، ثانيا الطبيب ما بيشتغلش لوحده، ده بيشتغل مع مجموعه طبيه، بيشتغل مع تمريض، بيشتغل مع صيدله، بيشتغل مع علاج طبيعي، ده لازم يشتغل انتيم. فاحنا بدانا ده في التطوير في التعليم الطبي، لكن احنا كمجتمع، كمنظومه طبيه، ككل كمصر محتاجين نشتغل مع بعض، نشوف بعض. طيب انا هستاذن حضرتك، هروح للفاصل وهرجع بعد الفاصل. في كذا حاجه دايره في مخي، جزء منها انا عاوز ازاي او ازاي اقدر اشتغل على دعم القطاع التعليمي الطبي وبالتالي ارفع من كفاءته، لانه تعليم غالي جدا او بالادق هو مكلف جدا، فلو انا اعتمدت بس على الدوله هبقى برمي عليها اكتر مما يجب، ولو جيت قلت لا ده التعليم ده انا هحوله لتعليم بفلوس فهبقى حطيت عبء ضخم جدا على الاسر المصريه في هذا اولادهم في هذا القطاع التعليمي. ومن ناحيه اخرى ازاي هقدر ارفع المرتبات بتاعه القطاع الطبي المصري عشان اخليه عندي واستفيد منه قدر الاستطاعه. فاصل ونكمل كلامنا مع دكتور رندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، استنونا. خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بدكتور رندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني. أنا عاوز أدعم وكبر جدا التعليم الطبي في مصر، ولكنه تعليم عالي التكلفة، هعمل إيه وأنا محطوط ما بين شقي الراحة؟ لو عليت التكلفة على الطالب يبقى أنا طحنت الأسر المصرية، ولو قلت لا خلي التكلفة تشيلها الدولة، الدولة طب هتشيل إيه ولا إيه؟ إيه الحلول اللي ممكن تبقى بديلة أو مغيرة أو غير معتادة وممكن ننتهجها؟ الحقيقة هي الدولة ابتدت تعمل حلول بقالها فترة، الجامعات الأهلية عادتك كل جامعة حكومية بيطلع من رحمها جامعة أهلية. الجامعة الحكومية بتساهم بجزء في تكاليفها والحكومة بتساهم بجزء من تكاليفها، ودي جامعة أهلية غير هادفة للربح، لكن بيبقى فيها مصاريف مش غالية قوي زي الجامعات الخاصة، يعني بين البنين، والمفروض إن المصاريف دي بتصرف ترجع تاني تدعم الجامعة الحكومية كويس، وتسدد الديون بتاعتها اللي المفروض اتدفعت من الجامعة الحكومية. هي الفكرة حلوة جدا، لكن هل تطبيقها هيبان على أرض الواقع؟ طبعا يدوب لسه السنة دي أو السنة اللي فاتت الجامعات الأهلية ابتدت تشتغل. أعتقد ده حل قد يعني يمسك العصاية من النص لو مش كويس. الجامعات الحكومية فيها تعليم عالي جدا ممتاز طبعا، وفيها دلوقتي الحقيقة الحكومة دعمت الجامعات الحكومية جدا، يعني مثلا مهم جدا في أي تعليم طبي أن يكون في معمل مهارات. إيه معمل المهارات ده؟ عبارة عن معمل كله مانيكانات زي البني آدم، عارف فيها قلب بيدق وفيها، عارفها دي حضرتك، بيبص يشتغل عليها أكنه عيان، يعني بدل زمان كنا في القصر العيني لازم نبص على العيان وكده، لا ده من أول سنة أولى الطالب يشتغل على المانيكان، يقوم تروح منه الرهبة بتاعة أنه يحط إيده على العيان. من أولى التالتة في السيستم اللي هو الجديد بتاعنا، من أولى التالتة يدخل معمل مهارات، يسمع القلب ويشوف كل حاجة بالظبط بالظبط بالظبط، ويولد حتى. من رابعة وخمسة يروح بقى المستشفى الحقيقية، فيقوم يكون رايح وهو إيده متمرنة، عنده المهارات دي. إحنا بنحاول نطلع خريج معتمد على ليه مهارات معينة. طيب معامل المهارات دي غالية جدا جدا، معمل المهارات كان بيتكلف حوالي 30 مليون جنيه معمل واحد واحد. هل كل جامعات مصر فيها؟ تقريبا اقدر اقول لك دلوقتي يعني احنا بقى لنا 5 سنين شغالين في المنظومة دي، تقريبا كل الجامعات فيها الحكومية الحمد لله. فما تقولوش بقى يعني ان احنا الحكومه مش مقصره الحقيقه، والجامعات المصريه الحكوميه فيها تعليم كويس جدا وفيها امكانيات كويسه جدا. قد يكون مثلا فيها مشاكل في
تمويل الرسائل أو تمويل البحث العلمي، تمويل مثلا المعامل، أدوات المعامل، الحاجات دي، الحاجات اللي هي الرننج كوست. لكن الحاجات الأساسيات لا طبعا، هايلة جدا. وأنا أعتقد يعني أنا من مؤسسي، أحد مؤسسي جامعة الشارقة، كلية طب جامعة الشارقة في الإمارات. أنا أقول لك إن معمل المهارات اللي هناك زي معمل المهارات اللي هنا في كلية طب بلد. واحنا مصر يعني. طيب قبل ما الوقت، انا صار زمايلي عم بيقولوا لي خلاص احنا قربنا نختم، لكن انا مش دقيقه، خليهم دقيقتين او ثلاثه كده، بس انا هميل على كريم، لان انا عندي السؤال بقى اللي هو الشق الثاني، ولا اعتقد ان هو شديد الاهميه. انا ازاي هقدر احسن من الظروف المتعلقه بالكادر الطبي المصري؟ سؤال مهم جدا، بس ده يحتاج حلقه كبيره مش طبعا. دقيقتين من كريم. ماشي. أول حاجة لازم الدكتور يحس بالأمان. قانون المسؤولية الطبية لازم يطلع عندكم في البرلمان. أوكي. قانون المسؤولية الطبية لازم يطلع. ليه؟ لأن لازم الدكتور يبقى بيشتغل في مكان حاسس أنه آمن، حاسس أنه مش ممكن أي حد، أهل المريض يخشوا يضربوه، يخشوا يكسروا المستشفى. لو حصل أي مضاعفة للمريض يلاقي نفسه محبوس ويحقق يعني معاه قدام النيابة. كل الحاجات دي حاجات بتحط من قدر الطبيب. لو طلعنا قانون المسؤولية الطبية بما يليق بالأطباء، ده أول الطريق. أول حاجة، أول الطريق. بعد كده نبتدي نبص، يعرف لو الدكتور حس أنه آمن وحس أنه محترم في بلده، ممكن الماديات هتيجي، يحطها نمرة 2 و3. لكن دلوقتي ما هو كله مع بعضه. نمرة 2 زي ما قلت لحضرتك، نفتح طرق جديدة لدخول شباب الأطباء بالذات، نعاونهم، نفتح عيادات، نعمل لهم عيادات ميسرة، يعني نفتح. تالت حاجة نساعدهم انهم يبنوا الكارير العلمي بتاعهم، يبنوا تدريباتهم، يحضروا كل المؤتمرات، يقدروا يعني نقلل التكاليف على قد ما نقدر. رابع حاجة لازم على المدى البعيد ان شاء الله، يا رب مصر تقوم من الكبوة بتاعتها الاقتصادية. دكتور راندا شرفتيني ونورتيني، واتمنى ان احنا نلتقي تاني قريب جدا، واعتقد ده هيحصل خصوصا مع الحوار الوطني، فهنبقى محتاجين جدا ان احنا نقعد مع حضرتك اكتر من مرة، ولعلها تبقى حلقة كبيرة على بعضها زي ما قلنا، علشان نتكلم على تحسين كل ما هو متعلق بكوادرنا الطبية. كل شكر ليك يا دكتور. شكرا جدا لدكتور راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني.